الإمام المهدي عليه السلام بإعلان الثورة على الظالمين وبحث الخطى والعمل بسرعة، فقد دعوت الناس لنصرة الحق وأهله والعمل لإقامة الحق وأعلاء كلمة لا إله إلا الله، فإن كلمة الله هي العليا، إن كلمة الله هي العليا، إن كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وأن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهل من ناصر في دين الله؟ هل من ناصر في القرآن؟ هل من ناصر في ولي الله؟ هل من ناصر لله سبحانه وتعالى؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وإني لا أنتظر نصرة من علماء الدين، وكيف أنتظر منهم نصرة والإمام الصادق عليه السلام يؤكد في أكثر من حديث أن كثيرا منهم يقاتل الإمام المهدي عليه السلام باللسان والسنان، حتى إذا استتب له الأمر استأصل 70 من كبرائهم و3000 من صغارهم. وكيف أنتظر منهم النصرة والصادق عليه السلام يقول لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان والأوثان أو الأصنام، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام هم العلماء غير العاملين، فلا أوثان في زمن الإمام الصادق عليه السلام إلا أبو حنيفة وأشباهه. ويقول عليه السلام إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر، والذين لا ينصرون القائم عليه السلام هم العلماء غير العالمين، مع أن الناس يتوقعون منهم نصرة القائم عليه السلام. وكيف أتوقع من هؤلاء العلماء النصرة والأئمة يصرحون بأحاديثهم أن هؤلاء العلماء هم سبب تفرقة الأمة وتشتيتها؟ فعن أمير المؤمنين عليه السلام يا مالك بن ضمرة كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خير؟ قال عليه السلام الخير كله عند ذلك، يقوم قائمنا ويقدم 70 رجلا يكذبون على الله ورسوله فيقتلهم فيجمع الله على أمر واحد، يكذبون على الله ورسوله أي علماء غير عاملين. وعن الصادق عليه السلام أنى يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك؟ فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وهذا ما يفتي به بعض علماء الشيعة اليوم أنه لا نهاية للغيب الكبرى ولا أحد يراه أبدا، وهم بالحقيقة لا يريدون ظهوره ثم قيامه، لأن ظهوره يعني نهاية مرجعياتهم التي جعلت الشيعة طرائق قتداه وفرقتهم ومزقتهم. وفي الرواية عنهم عليهم السلام إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة فيخرج منها 1000 نفس يدعون البتسية عليهم السلاح، فيقولون له ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة عليه السلام، فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم، ثم يدخل الكوفة ويقتل بها كل منافق مرتاب ويهدم قصورها ويقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وعلا. وعن الباقر عليه السلام يدخل الكوفة أي القائم وبها 3 رايات قد اضطخبت فتصفو له،
جعفر عليه السلام أنه قال: لتمخضن يا معشر الشيعة شيعة آل محمد كمخيض الكحف في العين، لأن صاحب الكحف يعلم متى يقع في العين ولا يعلم متى يذهب. ويصبح أحدكم وهو يرى أنه على شريعة من أمرنا فيمسي وقد خرج منها، ويمسي وهو على شريعة من أمرنا فيصبح وقد خرج منها. وكيف أتوقع منهم النصرة ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به، وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله سبحانه وتعالى في المعراج: قلت إلهي فمتى يكون ذلك؟ أي قيام القائم عليه السلام. فأوحى إلي عز وجل: يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وكثر القراء وقل العمل وكثر الفتك وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلال الخونة وكثر الشعراء واتخذ أمتك قبورهم مساجد وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وكثر الجوع. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح بارق الأسباح ديان. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأنهارها وتموج البحار ومن يسبح في أمرانها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وعلى كل حال يا أهل العراق، إن أبي قد أرسلني لأهل الأرض وبدأ بكم وبأم القرى النجف، وإني لمؤيد بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وبملكوت السماوات وكثيرين من قبلوني بقبول الحق. كشف عنهم الغطاء فبصرهم اليوم حديد، فهم يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمع الناس. وأي آية أعظم من هذه الآية الأنفسية؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وأما الرؤيات فكل مدة من الزمن يأتيني وفد من محافظات بعضها بعيدة عن النجف، وقد رأى الكثير منهم في منامهم ما يؤيد هذه الدعوة الحقة. ولو كانت رؤية أو رؤيتان ذلك سبيل لأعداء آل محمد عليهم السلام على ردها، ولكن ماذا يفعل هؤلاء لرد مئات بل آلاف الرؤيات القادمة، ومعظمها مؤيد بأن فيها أحد المعصومين، وهم يقولون: من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان لا يتمثل بنا، فلم يعد للظالمين إلا قول أن الرؤيا ليست بحجة، مع أنها جزء من النبوة، ومع أن الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام اهتموا بها وبسماعها وتأويلها أشد الاهتمام، ومع أن نبوات بعض الأنبياء عليهم السلام كان معظمها رؤيا وتأويل كنبوة دانيال عليه السلام، ومع أن نرجس أم الإمام المهدي عليه السلام جاءت إلى العراق لتتزوج الإمام الحسن العسكري عليه السلام لأنها رأت رؤيات صادقة وعرضت نفسها لخطر الحرب والسبي وهي حفيدة قيصر الروم. ومع أن وهب النصراني نصر الحسين عليه السلام لأنه رأى عيسى عليه السلام في المنام، ومع أن نجيب بني أمية
خالد بن سعيد بن العاص الأموي آمن وأسلم بسبب رؤيا رآها بالنبي صلى الله عليه وآله، فرد هؤلاء الظلمة الجهلة الرؤيا جملة وتفصيلا دون تدبر أو تفكر. وبالحق أقول لكم إن ما يحصل اليوم للناس هو وحي عظيم في الرؤيا، ولكن أكثر الناس بنعمة ربهم كافرون، وأكثر الناس لا يشكرون. ذلك فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله رب العالمين. وقد أخبرت كثيرين بأمور غيبية بعضها حوادث مهمة ومستقبلية، وقد حصلت كما أخبرتهم بها، ومنها ارتداد من بايعني في أول الدعوة أي قبل عام ونصف تقريبا، وارتداد من بايعني في هذا العام، ومنها نهاية حكم أولاد البغايا صدام وجنده الأرجاس، وأمور كثيرة لا يسعها هذا البيان. اسألوا عنها من اتصل بي وعرفني، بل اسألوهم عن المعجزات التي رأوها بأبصارهم أو بصائرهم. فأسألكم بالله، من بيده ملكوت السماوات؟ الله لعنة الله عليه. فإن قلتم أن هذه الأمور هي سحر أو من الجن، فهذا قولكم نظير من قال أن ملكوت السماوات والأرض بيد الشيطان لعنه الله، ولعن الله من قال هذا القول السفيه الجاهل وأصر عليه ولم يتب إلى الله منه. وإني اليوم أستنصركم كما استنصركم جدي الحسين عليه السلام، فهل من ناصر ينصرنا؟ فإن خذلتمونا وغدرتم بنا فقديما فعل آباؤكم، وطالما صبر أبي وسأصبر حتى يأذن الرحمن في أمري، كما صبرت في العام الماضي عندما تركوني كمسلم بن عقيل عليه السلام وحيدا، لا ناصر لي ولا معين إلا نفر قليل منهم، وما كان ارتداد معظمهم إلا خوفا من الطاغية صدام لعنه الله، ولهفا وراء الدنيا، فأنجاني الله من الطاغية صدام رغم كل محاولات قواته الكافرة بإلقاء القبض عليه. ومن يكذب هذه الدعوة الحقة فها أنا ذا بين أيديكم، وهؤلاء هم عشرات المؤمنين بالدعوة قد كشف عنهم الغطاء وهم ينظرون في ملكوت السماوات، ومئات بل أكثر قد رأوا رؤيات صادقة بالإمام المهدي عليه السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام أو الزهراء عليه السلام أو الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، أرشدوهم فيها إلى اتباع هذه الدعوة الحقة الصادقة. وأنا مستعد للمباهلة، بل وأتحدى علماء جميع طوائف المسلمين شيعة وسنة وعلماء النصارى واليهود بأني مرسل بالنسبة للمسلمين من المهدي عليه السلام، وبالنسبة للنصارى من عيسى عليه السلام، وبالنسبة لليهود من إيليا عليه السلام، ومستعد لمناظرة كل أصحاب كتاب بكتابهم، وأنا العبد المسكين الجاهل أعلم منهم بالقرآن وبالإنجيل وبالتوراة وبمواضع التحريف فيها بما آتاني الله من علمه، بل لا طاقة لهم على رد ما آتاني الله من علمه، بل إني على يقين أن من طلب الحق منهم سيؤمن، وأما من أبى وكفر طلبا للدنيا العفنة فإني أباهله في نفس المجلس، ليحيا من يحيا على بينه ويموت من يموت على بينه، فمن قبلني بقبول الحق فاز وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ردني فقد رد الحق وخسر الدنيا والآخرة. وعما قليل ستعلمون أي ذنب اقترفتم وأي حرمة لله انتهكتم، ولا تحين ندم، وإني ضاعن عنكم عما قليل.